تحت الضغط. شهد ولاء ولاء وشهد. شهد انت اللي هتبتدي الاول، ولاء هتروح عند سليم هتسمعي اغنيه وترجعي لنا تاني. اتفضلي شهد تعالي مكاني. شهد جاهزه؟ ان شاء الله. عايز اجابات بصوت واضح عشان اعرف اقولك صح ولا غلط. تمام. نطمن على ولاء. تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة سويسرا؟ ستوكهولم. غلط. من هو مؤلف رواية ظل الأفعى؟ بس. ما هو العدد الذري لعنصر الألمنيوم؟ 13. صح. فنانة قامت بدور سارة في فيلم نور عيني فمن هي؟ بس. في أي دولة آسيوية وقعت حروب الأفيون؟ الصين. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة البرتغال؟ روبية. غلط. كم عدد ألوان علم دولة ليبيا؟ 3. غلط. مطرب تونسي صاحب أغنية أتحدى العالم فمن هو؟ بص. في أي محافظة مصرية تقع مدينة مغاغة؟ المنيا. صح. في أي رياضة كانت تحترف البطلة المصرية؟ ما لحقتش أقول السؤال العاشر. تعالي مكاني. كم إجابة صح يا شهد؟ 3 إجابات صحيحة ب 15 نقطة. سليم عايزين ولاء تنضم لينا. تحت الضغط جوه الاستوديو بيبقى صعب فما فيش مشكلة. ولاء تعالي مكاني. عايز تعرفي شهد عملت ايه ولا لا؟ خليها مفاجأة. طيب انا قلت 9 اسئلة، السؤال العاشر ما لحقتش اقول اخر كلمتين فيه. طيب. مخدودة كده ليه؟ لا مش مخدودة. ايوة. عايز اجابات بصوت واضح. اتفقنا؟ تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة سويسرا؟ بس. من هو مؤلف رواية ظل الأفعى؟ أحمد خالد توفيق. غلط. ما هو العدد الذري لعنصر الألمنيوم؟ الألمنيوم 13. صح. فنانة قامت بدور سارة في فيلم نور عيني فمن هي؟ منى شلبي. صح. في أي دولة آسيوية وقعت حروب الأفيون؟ دولة آسيوية. ما هي العملة الرسمية لدولة البرتغال؟ يورو. صح. كم عدد ألوان علم دولة ليبيا؟ الثلاثة. غلط. مطرب تونسي صاحب أغنية أتحدى العالم فمن صبر الرباعي. صح. في أي محافظة مصرية تقع مدينة مغاغة؟ مش عارف. فضلي. تعالي تعالي يا شهد، لسه لسه هنشوف إيه اللي حصل. شهد جاوبت على 3 إجابات صحيحة وولاء جاوبت على 4 إجابات صحيحة، وكمان شهد هتدي الولاء 10 نقط ليا. قول لها شكرا. شكرا. تعالوا نشوف الاسئله السهله اللي انتوا هتعرفوا تجاوبوها وانتوا واقفين جنبي هنا. ما هي عاصمه دوله سويسرا؟ بيرن. يا سلام. من هو مؤلف روايه ظل الافعى؟ يوسف زيدان. كم عدد الوان علم دوله ليبيا؟ 4. بالظبط كده. هم ايه؟ احمر وابيض واسود واخضر. ده انتوا بتجاوبوا بالالوان كمان، حاجه جميله جدا. كلنا نشكر ولاء وشهد. شهد ولاء اتفضلوا. النتيجه اتغيرت. شهد كنتوا كام يا شهد؟ 110 و15 125 125. ولاء كنتوا كام؟ 15 و4 اجابات صحيحه ب 20 نقطه. بقيتوا كام؟ بقينا 45، لان في 10 نقط هديه من شهد.